بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع درسنا اليوم حول حقوق الجار في الإسلام. من هو الجار؟ وما أقسام الجيران؟ وما هي حقوق الجوار؟ وما عقوبة الإساءة إلى الجيران؟ الجار هو من جاورك جوارا شرعيا، سواء كان مسلما أو كافرا، صديقا أو عدوا، محسنا أو مسيئا، قريبا أو أجنبيا. وللجوار مراتب بعضها أعلى من بعض، فالجار الملاصق لك في الدار ليس كالبعيد، والجار ذي القربى ليس كالجار الجنوب، وصاحب الدين ليس كالفاسق المؤذي. وكما يكون الجوار في المسكن فيكون في العمل والسوق والمسجد والسفر. وفي صحيح الأدب المفرد عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. والجيران ثلاثة، فمنهم من له ثلاثة حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق واحد. فأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر له حق الجوار. وفي سنن الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وللجار عليك حقوق، منها: إن استعانك فأعنه، إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته. ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقصار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإن اشتريت فاكهة فهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ومن حق الجار على جاره أيضا أن يكون له في الشدائد عونا وفي الرخاء أخا، يحزن لما يؤذيه ويفرح لما يسره ويرضيه، ويأخذ بيده إذا أظلمت في وجهه الحياة، ويرشده إذا ضل أو أخطأ الطريق، ويهنئه إذا أصابه خير، ويدفع عنه الأذى. وقد جمع العلماء حقوق الجار في أربعة، وهي: كف الأذى عن الجار، حماية الجار، الإحسان إلى الجار، احتمال أذى الجار. أما كف الأذى عنه فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. ولأذى الجار في حياتنا صور كثيرة، منها التعدي على حقوق الجار وممتلكاته، كذلك سرقة الجار أو التعدي على أدواته وممتلكاته، أيضا خيانة الجار والغدر به. وصور ذلك كثيرة، منها التجسس عليه والوشاية به عند أعدائه، وتتبع عورات الجار، والنظر إلى نسائه عبر سطح المنزل أو عبر النوافذ المطلة عليه. كذلك عن ابن عمرو رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا الحديث الشريف لو عرفه المؤمنون ما كان يسعهم إلا الإحسان إلى جيرانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.